اي حزب من كان اي طائفه من كان بيقدروا يفوتوا بمجلس النواب. استاذ ميشيل واستاذ البرت شكرا كثير لكم، انتم احفاد المئة عام. بدي فوت بعد عند دقيقه وحده. يعطيكم الف عافيه، اليوم عندنا حلقه قياسيه. انا بهال شو ما حدا قادر يحكي هلا لانه خلص الوقت، بس بدي اقول نسرين يعني عمود من عواميد البرنامج رح تغادرنا لانه مسافره على الولايات المتحده لتخوض تجربه جديده. بدي اتمنى لك كل التوفيق، وبدي اقول لك نسرين انه كانت متعه الشغل معك، ونحن كثير زعلانين بانك انت رح تتركي. شو احلامك الجديده؟ لوين طايره؟ طايرة على أمريكا مثل ما قلت لأخذ تجربة جديدة بالموسيقى بعيدا عن الإعلام، وقلت إنه it's now or never، يعني هلأ هو الوقت لأنطلق، فحبيت استغل الوقت وشقفي من قلبي معكم. نحن بنتمنى لك التوفيق ويعطيكي ألف عافية. شكرا. وبس ترجع من أمريكا مكانك دائما محفوظ بالبرنامج. وكان بدي أقول لك كل عام وأنت بخير، امبارح كان عيدك. باي.